موعد الخامسة والنصف للأخبار، تحية طيبة مشاهدينا وتتابعونا في النشرة بعد حين. احتجاجات متواصلة على آليات التشغيل وتساؤلات حول مزيد من النجاعة والحلول العملية في هذا الملف. الاستثمار الفلاحي آفاق وإمكانيات تنموية وتشغيلية ضخمة تنتظر الدعم والاستغلال الأمثل. تقنيات الترغيب في التواصل والمطالعة بالمدارس الريفية بدائل بيداغوجية من أجل جيل مثقف. مرحبا مجددا. عدد مخطط بنظرة استشرافية حول واقع التشغيل في تونس وخاصة في الجهات الداخلية كانت أبرز النقاط التي طرحت في الملتقى الذي انتظم بالقيروان حول مكامن التشغيل بالجهات، ملتقى رافقته وقفة احتجاجية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل. إعداد مخطط استشرافي لواقع التشغيل في تونس من خلال ضبط الإمكانات المتوفرة في الجهات وقدرتها على ملائمة الطلب المتزايد على مواطن الشغل مثل محور الملتقى الوطني حول مكامن التشغيل بالجهات في إطار برنامج فرصتي. الفكر أنه تولي عنا نظرة معناها استشرافية وتكون عنا معناها خارطة معناها تكون موجودة أطعن في أي زمن ومكان، أي جهة معناها عندها فكرة على شنية مشاريع المستقبلية، شنية مكامن التشغيل متاحة. من خلال هالتدخلات يمكن يعني إنجاز بعض الفرص اللي كانت ضايعة واللي كانت معناها تمشي وما نستغلوهاش. تنمية مبدأ المبادرة الخاصة كبديل استراتيجي في إبراز وتحقيق مكامن التشغيل مثلت أيضا إحدى النقاط التي تم الحديث عنها. نختم تو على مشروع سنقدمه إلى مجلس الوزراء قريبا في مقترح مشروع نتاع شباك موحد لكل الباعثين الصغار، والشباك مش فقط شباك ولكن هو في الحقيقة هيكل كامل اللي نجم يسند الباعثين من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تحضير مخطط الأعمال والحصول على التمويلات والاستثمارات وأيضا المرافقة بعد بعث المشروع. زيارة وزير التشغيل إلى القيروان رافقتها احتجاجات بعض العاطلين عن العمل الذين عبروا عن رفضهم لسياسة الوزارة وبرامجها. يزينا من فرصتي ومشي فرصتي ماهيش فرصتنا نحن، نحبوا حلول جذريه، نحبوا حوار جذري غير جاهز، نحبوا نظره للمعتصمين. يدعو الحوار الوطني من اجل التشغيل اول ما يعيط واول ما ينادي واول ما يشرك من الاول بالكل يشرك البطاله. لا مجال للانتداب في الوظيفه العموميه الا بالاعتماد على المناظرات الوطنيه، ولا بد من تنقيه الاجواء لجلب الاستثمارات، نقاط أساسية أكد عليها الوزير الذي أبدى ثقته بخصوص نجاح البرنامج الوطني للتشغيل. هذا وقد نفذ معتصم التشغيل بمقر ولاية تزر صباح اليوم وقفة احتجاجية تزامنت مع بلوغ اعتصامهم شهره الثالث، وذلك للتأكيد على إصرارهم على مواصلة تنفيذ الاعتصام والتشبث بالمطالب الأساسية التي دخلت من أجلها مجموعة من طالبي الشغل في الاعتصام منذ 21 من جنفي الفرد، وفق ما ذكره أحد أعضاء لجنة الاعتصام الذي أشار إلى غياب بوادر حلول تبعث على الأمل من شأن أن تدعو المعتصمين إلى فك اعتصامهم، معتبرا أنه من العار أن يتواصل تجاهل المطالب، واعتبر أن هذا المطلب شرعي تواجهه الدولة بعدم الاكتراث من خلال تشغيل المتمتعين بالعفو التشريع العام والتغاضي عن تشغيل أو إيجاد حلول للمعطلين من حاملي شهادات التعليم العالي ومختلف المستويات الأخرى على حد قوله. آلية جديدة من المنتظر أن تساهم في الترفيع من نسبة نجاح المؤسسة وديمومتها في منظومة العمل المستقل كمورد رزق وكمنتوج من خلال مرافقة الباعثين الشبان في مختلف مراحل مشاريعهم. الآلية ساهمت في إنشائها وكالة التعاون الفني الألمانية. تعثر عدد كبير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأحيانا كثيرة توقفها عن النشاط بعد سنوات قليلة من بعثها هو هاجس هياكل المرافقة، وهؤلاء ممثلوهم وهم بصدد وضع اللمسات النهائية لآلية جديدة تحد من نسبة وفاة المؤسسات الاقتصادية.
أعلن على إحداث آلية جديدة اللي هي باش ترافق الباعث جوست بعد ما يبدأ يصنع ولا بعد ما يدخل حيز الإنتاج حتى يكشي 3 سنوات بعد في الفترة هذه، وتكون عبر معناتها برامج معينة، برامج اللي الناس كل صادقت عليها، مرافقة في التسهيل والترويج والمعاملات والتواصل لضمان أكبر حظوظ تطور المؤسسة. هي أبرز ملامح الآلية الجديدة التي ستبدأ من صفاقس والقيروان. البرنسيب نتاع هو اللي صاحب المشروع بعد الأحداث باش يكون عنده مرافق، أنا كومبانياتور، اللي هو يكون المرافق معناتها يكون بصفة مسترسلة، هو المرافق الوحيد لصاحب المشروع يرافقه ويعرف مشاكل نتاعو. والمؤطر هذايا وقت اللي يستحق باش يمشي الهياكل المساندة كما مركز الأعمال ولا محضن مؤسسات ولا بنكة بيان سور باش يلتجئ لهم، ولكن يكون هو همزة وصل بين صاحب المشروع والهيكل هذه. هذا البرنامج سيعتمد على مجموعة من الخبراء المختصين في المرافقة ويعولون في ذلك على تجربتهم في المجال والتي تحصلوا عليها من خلال عملهم في أوروبا أو كندا أين برهنوا على إمكانياتهم. مرافقة المؤسسة ل3 سنوات بعد بعثها هو في الأساس ضخ دماء جديدة في النسيج الاقتصادي عبر ضمان لموارد الرزق التي تؤمنها المؤسسة والرفع من نسبة استخلاص القروض التي أسندت بغرض بعض المشاريع. خرج صباح اليوم أهالي منطقة أولاد خليفة التابعة لمعتمدية السواسي من ولاية المهدية في مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في التشغيل، خاصة وأن منطقتهم محظية لحقل نفط ولم يطلهم من هذه الثروة سوى التلوث على حد تعبيرهم. المطالبة بالتشغيل والتنمية والتعويض عن التلوث البيئي الذي طالهم من حقل النفط المجاور لهم سيد الكيلاني واحد، شعارات رددتها أسر انطلقت من عمادة أولاد خليفة بجهة السويسي من ولاية المهدية سيرا على الأقدام في اتجاه مقر الولاية. ومتعدين حتى لتونس، احنا مطالبنا على رجلينا مسيرة على سجن، المطالب شغل، تنمية، شركة بترولية تعمل لنا موارد رزق 28 عام إراضينا كريتها ب 250 فرنك المتر. نحن أجوار البير اللي أكثر دار تبعد 20-30 متر عن الحقل هذايا، درواتنا من أراضينا أعطيناها لهم وتحيلوا علينا، يا خويا أعطيني واليوم غدوة نخدمك، اليوم يدخل يخدم، اليوم ياخذ لنا الأرض يقضي شورى وينسينا، ندقوا البيبان الناس الكل كي ما تسمعنيش. جينا نطالبوا بحقنا ويخدموا لنا وليداتنا، ما طالبين حتى شيء. يعوضونا ويعطونا شيرية ويخدمونا وليداتنا ونرتاحوا من الضجيج ومن الحس ومن العياط. انتظاراتهم طالت ولم يجدوا صدى لأصواتهم، ذلك ما صرح به البعض. على ما البنية لا بنية تحتية، لا صحة، لا على الأقل أرفق أبسط مرافق العيش الكريم يا مدام، عندنا صغار رانا نعانوا. ما لقيناش حتى حق، خلاص ما ثمش حتى حق. جيت تتكلمي قلت لك يهزك للمركز غادي ويبحث وكيفاش تمشي، واولادنا يطلعوا فيهم الديار جاوا يضربوا فينا بالغاز قدام الدار. اعطينا احنا كافه الوعود اللي وعدوها لنا السياسيين قبل الحمله الانتخابيه، ما صار منها حتى شيء، وكل ندقوا باب مسؤول بس نمشوا نحكوا على مشاكلنا، تسمع كان الوعود الزائفه. اتفاقية جمعت الشركة المنتجة للنفط مع والي الجهة من شأنها النهوض بالمنطقة، تحسين البنية الأساسية بالمنطقة على أساس تعبيد مسلك طريق نتاع ولاد خليفة، وحاليا معناها في طور إسناد الصفقة، انتظرنا حتى انتهاء أشغال حفر البئر باش تنطلق المقاولة، وثم 400,000 دينار تم رصدها من الشركة. كيف طلبنا منهم على أساس إحداث جمعية ثقافية اللي باش تتولى التصرف في بعض الأنشطة الثقافية والترفية في المنطقة، علاوة على كما تعرفوا الإشكال بتاع التشغيل هذا الكبير. احنا الحقيقة باش عملنا معناها مخطط تنموي دائم بالنسبة للمنطقة. هم يواصلون سيرهم بحثا عن تنمية غابت عن جهتهم التي يرون أنها تدر الذهب الأسود دون الانتفاع منه. قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف اليوم خلال اجتماعها المنعقد بمقر الاتحاد الجهوي، قررت تنفيذ إضراب عام بكامل الولاية طيلة يوم الثلاثاء 3 مايو القادم، احتجاجا على ما وصف بالاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات الأمن خلال المسيرة السلمية التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء 13 أبريل، وتنديدا بالقرارات التي اتخذتها رئاسة الحكومة يوم الجمعة الماضي لفائدة الجهة والتي اعتبرت
اعتبرتها المنظمات الجهوية ومختلف مكونات المجتمع المدني ضعيفة ولا ترتقي إلى طموحات أبناء ولاية الكافة، وفق ما أفاد به عضو الهيئة الإدارية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. معاينة الصعوبات التي يواجهها القضاة خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي إضافة إلى الإمكانيات المحدودة مثلت محور زيارة رئيس الحكومة لحبيب الصيد إلى القطب القضائي المالي. وضعية صعبة يعيشها القضاة لم تحجب مجهودات قضاة التحقيق للفصل في العديد من القضايا على حد تعبير رئيس الحكومة. اطلعنا على الوضعية منها الصعبة اللي يعيشوا فيها منها القضاة اللي يشتغلوا في القطب القضائي المالي، وخاصة وضعهم القانوني والنقص الإطار القانوني اللي وضح التدخل بتاعهم. لكن برغم من الوضع الموجودين فيه ثم من مجهود لبس به قامين به قضاة التحقيق منها لفصل العديد من القضايا في أسرع وقت ممكن، وإن شاء الله مشتاقة منها بالطبع بالتعاون مع وزارة العدل إيجاد الإطار القانوني الصحيح على أساسه نجم قضاة القطب المالي يشتغلوا في أحسن الظروف. احتفالا بذكرى 60 لعيد قوات الأمن الداخلي والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار مع النقض على الإرهاب، أدى رئيس الحكومة لحبيب الصيد زيارة إلى المعرض الوطني المقام بشارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة. وتجول رئيس الحكومة مرفوقا بوزير الداخلية بمختلف أجنحة المعرض الذي يقدم مختلف المراحل التي تؤرخ لأهم محطات نشأة الأمن الوطني ومراحل الانتداب والتكوين بوزارة الداخلية، كما يعرض أنشطة قوات الأمن الداخلية بمختلف وحداتها. وطلع لحبيب الصيد بالمناسبة على الإمكانيات اللوجستية والفنية والبشرية لمختلف الأسلاك، سيما منها فرقة الوحدات الخاصة ومدى جاهزيتها وقدرتها على رد الفعل في مجالات الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى حرص الحكومة على دعم قوات الأمن الداخلي المتواصل خاصة على مستوى الإمكانيات والتجهيزات العصرية وعلى مستوى التكوين التقني الناجع والتدريب الفعال. عملية سرقة ليست ككل السرقات، حيث تم هذه المرة استهداف مخزن بقصر سعيد بالعاصمة يحتوي على هدايا تابعة للزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. عملية تفسح المجال للتساؤل حول نظم الحراسة الممركزة بمثل هذه المخازن لحماية ممتلكات الوطن وتاريخ البلاد. الليلة الفاصلة ما بين يومي الأحد والاثنين عملية اقتحام لمخازن قصر السعيد المعدة لتخليد الذاكرة الوطنية، قطاع ذات طابع إثنوغرافي تمت سرقتها بعد خلع الباب الخلفي لمخزن من جملة 9 مخازن، وهو المخزن الذي يحتوي على هدايا للزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. ونتمنى أن تكون مش عملية معناها موجهة، خاطر كنا نقول لك احنا عنا 9 مخازن يمشيوا مباشرة للمخزن هذاك، شيء ملفت للانتباه. وقعت فطن أنه فما على 265 قطعة اللي موجودة فما 44 منقوصة، هي تتمثل في الهدايا اللي كانت لقاها الزعيم بورقيبة خلال الاحتفالات اللي كانت تقع في 3 أوت، الهدايا اللي تقع تتوجه له من الولايات من المعتمديات ومن الأشخاص ومن الشركات. القطاع هذه الكل ماهيش قطاع نفيسة، راهي هي قطاع معظمها برونزية، ميداليات تخليدية تكون من البرونز وتكون معناها مغطاة بألوان الفضة أو الذهب. القطع وإن كانت غير نفيسة على حد تعبير المدير العام للمعهد الوطني للتراث، لكن قيمتها التراثية تتجاوز كل الأثمان، مما يطرح تساؤلات بالجملة حول منظومة الحراسة المركزة بالمتاحف والمخازن الأثرية. احنا توا في العاصمة، كي نحكيو على العاصمة على الأقل تكون العاصمة مؤمنة أكثر من المناطق الداخلية. احنا كان نحكيو مثال، نجدو على سبيل المثال متحف سبيتلة، وقع استهدافه، وقع يعني سرقة العديد من القطاع الأثرية منه. دولة وزارة الثقافة يعني بتنجمش يعني تغطي جميع المواقع الأثرية والمتاحف عندنا في الجمهورية التونسية. هنا نطلب بكل لطف وكل ود من المجتمع المدني أنه يدخل المنافذ اللي هي ممكن تواجه خطر توقع ويقع غلقها حاليا، وحضرت منذ البارح واليوم شركة خاصة
باش تعمل طريقة الإنذار وكذلك لوضع السيستم المراقبة بالكاميرا. وبعد سرقة تمثال غانيميد من المتحف المسيحي المبكر بقرطاج، عملية أخرى في محاولة لنهب الموروث التاريخي للبلاد. في ملفنا الفلاحي تتواصل صعوبات الفلاح بمختلف الجهات، وضعية دفعت إلى إطلاق حوار وطني لإصلاح قطاعي الفلاحة أو الصيد البحري. فلاح ولاية تطاوين يتذمرون من عديد الإشكالات التي تعيق فلاحتهم. في هذا الإطار تتواصل جلسات الحوار الوطني الجهوي لتشخيص أبرز الإشكاليات قبل وضع الحلول. هي إشكالات متعددة يعيشها القطاع الفلاحي بولاية تطاوين ومستمرة منذ سنوات عديدة، أعاقت الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني بهذه الجهة. برشا مشاكل في تطاوين، منها الأراضي الاشتراكية، منها الأراضي المرعى ماذا بين الحد والأراضي المرعى وين باش توقف، ومنها الإشكاليات المديونية نتاع الفلاح نتاعنا. الفلاح قاسي في صعوبات جمع على جميع المستويات، أولها معناها غلاء تكلفة بصفة عامة، تكلفة الإنتاج، غلاء الأعلاف، عدم توفر الأعلاف، غلاء معناها تكلفة الراعي السار حتى ولا معاش موجود ويوصل حتى 700-800 دينار في الشهر. ألف راهي مهنش مش موجود، وحتى موجودة ما ناس على كيفنا، نقول تبترب قداش الشعير الصدرة مش موجودة مرة في الشهر باش يعطانا الصدرة. وفي جلسات الحوار الوطني حول القطاع الفلاحي طرحت هذه الإشكالات من جديد للنقاش بين مختلف الأطراف المتدخلة من مهنيين وجهات مشرفة على النشاط الفلاحي. احنا توا في الحوار الوطني ما نش نقدموا في حلول الحق، احنا نشوفوا في الرأي نتاع المربين، رأي المجتمع المدني، رأي الهياكل المتدخلة في القطاع، لنرفع بعتري توصيات للجنة الوطنية لإدراجها ضمن معنا الاستراتيجية المستقبلية النهوض بالفلاحة بصفة عامة. في ولاية تطاوين قطاع فلاحي حيوي ينتظر دعما متواصلا للمساهمة الحقيقية في التنمية بالجهة واستقطاب المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم. تعرف جهة الوطن القبلي بإنتاج ثمار الفراولة بكميات مهمة وجودة عالية. منطقة الميدا هي إحدى الجهات بنابل المنتجة لهذه الثمار. أهمية في الإنتاج لا تعكس حجم الصعوبات التي بات الفلاح يواجهها في السنوات الأخيرة. 14 موسما فلاحيا بولاية نابل تتواتر بتداول على كامل أيام السنة. فبعد انقضاء موسم البرتقال انطلقت المنطقة في موسم جمع الفراولة التي تساهم فيه نابل بنسبة 95% من الانتاج الوطني. ورغم ضخامة الانتاج لا يبدو القطاع قد خلى من عوائق ومشاكل. عصام بن إسحاق ومحمد حداد فلاحان شابان من معتمدية الميدا انطلق منذ مدة في عمليات الجمع ليتباحث في مشاكل قطاعهما. مشاكل متعددة تبدأ من أول واحد تبدأ به المشكلة هو المورد. المورد تاع المشاتل هذه، المورد يجيب في كميات فوق القيمة. طول العام الفارط الكمية زادت 20-30%. الموسم السابق ما نجحتش في الفريز. معناها الناس فما ناس مازالت تو تقاسي في الديون، معناها هي تبيع هنا الكيلو فريز ب 1500 تمشي للخضار تلقاه ب 2500. هو يهزه من عندك من الثانية يربح دينار وانت عام كامل ما تربحش 200 فرنك 300 فرنك في الكيلو. واخذ من عند الفورنيسور 20,000 زرعتها وما هيش وحدها، هي وأربع أنواع أخرين ولا أربع أنواع أخرين ماتت. كان هي العشرين ألف هذوم، كان العشرين ألف هذوم مش الخيسات راه بأربعمية وعشرين يظهر لي جدر واخد، معناتها 20,000 بثمانية ملايين وواش. مسألة طول الإجراءات القانونية عند اقتناء المشاتل المريضة طرحت أيضا في هذا الإطار، مسائل أجاب عنها رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية بنابل. هو تضرر عنده الوثائق نتاعه يقوم قضية في المصالح القضائية، وإحنا كإدارة نجم نستجيب للشيء هذا بطلب من المحكمة. هذا رو في قانون وما يناقشه حتى واحد. أي شتلة تدخل البلاد التونسية تقع المراقبة نتاعها. كان ثم خلل نعلموا عليه الفلاح ونعلموا عليه المورد ينجم يبدلهم له. ارتفاع في أسعار الشتلات، هذا تقريبا ارتفاع في المشكلة في مشاتل الفراولة. وثم برامج لإنتاج شتلات محلية اللي أثناء تبعناها بصفة خاصة وعطات نتائج إيجابية، وممكن معناها نمشي في البرنامج هذا مع خواص يعملوا منابت وينجون المنابت نتاع الفراولة. ويشار إلى أن اعتماد المشاتل التونسية قد بدأ العمل به مما سيخفض من تكاليف الاستيراد.
يحظى قطاع الإبل في مدنين قطاعا واعدا بحسب ما يوفره من إنتاج متنوع، أهمية لا تعكس الصعوبات التي يمر بها القطاع ومربو الإبل، ما دفع الأطراف المعنية للتحرك في اتجاه إيجاد حلول قد تساعد على تثمين المنتوج والاستثمار فيها. 19,000 رأس من الإبل، منها 11,000 أنثى منتجة، عدد يبرز أهمية قطاع الإبل الذي يميز ولاية مدنين، قطاع تسعى الأطراف المعنية إلى الاهتمام بهذه الثروة الحيوانية حتى يستطيع المربي المحافظة على إبله من التراجع، خاصة أمام ما يوفره هذا القطاع من إنتاج سواء من الحليب أو اللحم أو الوبر. موجودة حتى أفكار يمكن مشاريع لتهتم بتثمين منتجات الإبل وخاصة في ميدان حليب الإبل وتثمين وبر بتاع الإبل في إنتاج منتوجات تقليدية. إذا كان تخرج خطة فهمتني اللي تابعة الدولة وفيها دعم إلى آخره، ماذا بينا ثم متابعة من سواء المجتمع المدني سواء فهمتني اللي إدارة المعنية. كيفية تثمين منتوجات الإبل وبحث سبل الاستثمار فيها كان محور ندوة تحت عنوان الإبل فرص للاستثمار الثقافي والاقتصادي، تم فيها طرح مشروع مركز متعدد الاختصاصات في قطاع الإبل. مركز متعدد الاختصاصات رينا كونه نجم يكون خصوصية لولاية مدين وتنفرد به ولاية مدين على باقي ولايات الجهة على باقي ولايات البلاد، بالتالي يميز يعني كقبلة حتى سياحية. يعني نعتقد أن هذا المشروع قابل للإنجاز، ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على إرادة الجميع التي لا نشك فيها. أيضا هنالك سياسة عامة للدولة تدفع بقوة في اتجاه تثمين هذا القطاع، أعتقد هذه الرغبة ستسرع إنجاز هذا المشروع. فكرة مشروع مركز دولي سوسيوثقافي واقتصادي لقطاع الإبل يطمح القائمون عليه أن يجد الاستثمار من قبل القطاع الخاص أو العام حتى يزيد من دعم الموروث الثقافي والاقتصادي لهذه الثروة الحيوانية. إلى ورقتنا الثقافية الآن، وفي إطار فعاليات الدورة الرابعة للأيام الوطنية للمطالعة والمعلوماتية ينتظم بقفصة الملتقى الجهوي أفاق ثقافة للترغيب في المطالعة وتعليم الناشئة تقنيات التواصل من أجل تنمية قدراتهم المعرفية والفكرية، دورة تسعى لتأسيس أفاق جديدة من أجل ثقافة بديلة. تلاميذ المدرسة الابتدائية ريفية العلندة بمعتمدية قفصة الجنوبية كانوا على موعد مع ورشة حية في تقنيات التواصل والترغيب في المطالعة الحية ضمن تظاهرة أفاق الثقافة التي تندرج في إطار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلوماتية في دورتها الرابعة. وردنا كيفاش نغنوا، وردنا كيفاش نرسموا، وردنا كيفاش نعملوا قصة. تظاهرة قيمة خرجت التلميذ الوسط الريفي الأدق عبارة خرجته من روتين المدرسي. تنمية القدرات الفكرية والمعرفية لدى تلاميذ المدارس وتشجيعهم على المطالعة والإبداع هي أبرز أهداف هذه التظاهرة التي تنزلت تحت شعار آفاق جديدة من أجل ثقافة بديلة، جابت عديد المدارس الابتدائية بدعم وتأطير من جمعية أتوم الفرنسية وجمعية حماية وصيانة الواحة والبيئة بالقصر. لقد جئنا إلى قفصة في إطار مشروع حول الكتاب والمطالعة، وللغرض تزودنا بعدد من الكتب القيمة الموجهة للأطفال لترغيبهم في المطالعة والاستمتاع بلذة القراءة. نشارك معنا مجموعة من الخبراء في جمعية أتوم بفرنسا، وهي جمعية مختصة في تدريب الأطفال على القراءة بتقنيات حديثة، فيها المسرح، فيها الموسيقى، فيها الرسم أيضا. الملتقى الجهوي أفاق الثقافة بقفصة تظاهرة ثقافية تربوية موجهة لتلاميذ المدارس الابتدائية خلفت أطيب الأثر في نفوس التلاميذ والإطار التربوي المشرف خاصة في المناطق الريفية النائية. إلى قبس، أين انتظم مؤخرا الملتقى الدولي للفنون تحت عنوان ملتقى الأجيال وثقافات، تظاهرة فسحت المجال للتأسيس لحوار بين الثقافات. ملتقى وكبه عدد من المهتمين بشأن الثقافية ونهوه بأهميته. انتظم بالمعهد العالي للفنون والحرف بقبس الملتقى الدولي الثالث للموسيقى والفنون التونسية في مجالها العربي الإسلامي والإفريقي والمتوسطي.
طبعا الغاية من تنظيم هذا الملتقى الدولي هو فتح باب الحوار أولا بين المبدعين فيما بينهم، ثم كذلك بين المبدع والمتلقي اللي هو حتما طالب اليوم وطالب المستقبل. طبعا طلبة المعهد وكذلك الضيوف أجمعوا على الفائدة العلمية والثقافية لهذا الملتقى. توثيق العلاقات الإنسانية بين الناس قبل كل شيء، والبصمة نتاع الإنسان هي ثقافته الوجودية وثقافته الخصوصية، وبالتالي ملتقيات مثل هذه تزيد دعم العلاقات الإنسانية مع الناس من بعضهم وتزيد تقربهم من بعضهم، تعزز ثقافة العلاقات الثقافية بين دول المغرب العربي، وتكون هي تمهيد لوحدة أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية. نتعرف على الساذة متاع تونس ومتاع الخارج ونعملوا علاقات تساعدنا باش نكملوا، يعطينا فرصة باش نكملوا الدكتوراه. هذا الملتقى الذي يتواصل 3 أيام تنظمه وحدة البحث الجماليات والفن والتناسق البيئي والبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف في إطار أنشطتها العلمية. لكل جهة ميزاتها التراثية التي تكسبها طابعا متميزا أو متميزا بمعالم عريقة تحاكي حقبات تاريخية. مدينة جمال من ولاية المنستيرة تزخر بتراث متميز، وفي هذا الإطار تنتظم ندوة علمية لتثمين تاريخ وتراث الجهة على مدى 3 أيام. زاوية أم الزينة الجمالية، الزاوية التي تتصدر شهرة المعالم بمدينة الجمال من ولاية المنستير، بالإضافة إلى عديد المعالم الأخرى لعل أهمها المساجد العريقة التي عرفتها المدينة عبر التاريخ. المساجد الذي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1160 بالخصوص جامع القصر اليوم معروف عند الجمالية بجامع مراكشية، وكذلك جامع الكبير اللي أسس سنة 1540 تاريخ المعركة التي حصلت بين الحركة الشعبية والمولاي الحسن والإسبان من جهة والحركة الشعبية والإمبراطورية العثمانية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك هناك زوي أقدم زاوية في مدينة جمال هو زاوية سيدي عبد الحق، وهو يعتبر مؤسس مدينة جمال والموحد بين قبيلتين متصارعتين هما قبيلة سيدي بركة وسيدي مسعود. هذه المعالم وغيرها من تراث الجهة وأهم المحطات التاريخية التي مرت بها مثلت محاور الندوة العلمية الأولى حول تاريخ وتراث مدينة جمال. ما يميز جمال هو أنها عرفت معارك فاصلة وحاسمة في تاريخ تونس، أولها كان في العهد الحفصي في سنة 1540 لما انتصر عرف الشابي على جيش السلطان الحفصي، وثانيهما في سنة 1769 في خضم أحداث ما يسمى بالفتنة الباشية الحسينية في 1769. موقع جمال وهذا الموقف الذي اتخذته تجاه أطراف الصراع على السلطة في العائلة الحسينية جعلها محل يعني صراع من قبل السلطة، وجعلها يقع التنكيل يعني بهذه البلدة. كما يعود تأسيس مدينة الجمال حسب بعض المؤرخين إلى القرن 12 للميلاد، فيما لا تزال البحوث والدراسات جارية للكشف وجمع المزيد من المعلومات عن ملامح تراث الجهة بغاية نشره في كتاب. الندوة هي حلم لمدينة جمال، إنجاز كتيب حول تاريخها وتراثها. إن شاء الله هي مرحلة أولى بدينا فيها مع كلية الأداب والعلوم الإنسانية، إن شاء الله فما مرحلة ثانية وثالثة لإنجاز أكثر من 100 بحث إن شاء الله إلى موفق في سنة 2020 حول تاريخ وتراث مدينة جمال. البحث في تراث جمال مكن من الكشف عن العديد من الحقائق والأحداث والمعالم التي تزخر بها في محاولة لإنصاف هذه المدينة وإبراز صمودها أمام عديد الأزمات. تراث مدينة جمال آخر محطاتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين: احتجاجات متواصلة على آليات التشغيل وتساؤلات حول مزيد من النجاعة والحلول العملية في هذا الملف. الاستثمار الفلاحي آفاق وإمكانيات تنموية وتشغيلية ضخمة تنتظر الدعم والاستغلال الأمثل. تقنيات الترغيب في التواصل والمطالعة بالمدارس الريفية بدائل بيداغوجية من أجل جيل مثقف. نقطة الختام مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.